الحقيقة التبرعات اللي وصلتنا من مؤسستكم استخدمنا قسم منها مساعدات عينية فورية للناس المتضررين، وكان عددهم 230 واحد. الكنيسة قامت بحدود 120 زائد ناقص 10 شخص في الكنيسة، كانت تأمن لهم الفطور العشاء والمنامة والتدفئة، ومشكورة مؤسسة كافت جدا جدا بهي الفترة اللي صارت بعد الزلزال. لكن بكل أسف هالأمور عم تتراجع شوي 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 شوي، والسبب الرئيسي هو الضائقة الاقتصادية. احنا في سوريا عم نعيش ضائقة اقتصادية كتير كبيرة كتير كبيرة، والأسعار خيالية فوق طاقة البشر. الحقيقة الشيء المستمر هو الشيء الغذائي والطبي وأجارات البيوت، لأنه أجارات البيوت خيالية، يعني بردوا بالكم خيالية، والناس يعني بكل أسف في ناس ما بترحم، وفي ناس مضطرة أنها تسكن، مضطرة بدها تسكن، هم بدها تروح، يعني بيوت متضررة، بيوت بدها ترميم، وشيء غالي جدا جدا جدا، فمضطرة أنه تستأجر بيت. واضح أنه يد الرب عم تتحرك بمدينتنا البلدية بشكل عام، بكنيستنا بشكل خاص. المساعدات اللي عم تقدموها أنتوا لفتت نظر الناس، كنيسة عم تقدم حجم هالمساعدات للناس مختلفة الطوائف مختلفة الانتماءات من دون أي مقابل، فهذا شيء ولد في نفسهم روح التساؤل أنه ليش هالجماعة مختلفين عن البقية، من دون تحديد ومن دون تركيز على أي طائفة كانت أو أي انتماء تاني. حقيقة حابب أني أشكر المؤسسة تبعكم بشكر جزيل جداً، لأنه فعلاً كان لها إيد بيضاء جداً في مساعدة الناس يلي تأذت بالزلزال. السؤال البديهي يلي بينسأل أنه لو لما تقدموا أنتوا هاي المساعدات شو كان بده يصير في هالناس في هالألف عيلة يلي نحنا ساعدناها؟ الألف عيلة يلي نحنا ساعدناها من وراكم من وراء مساعدكم قدرنا نرفع من معنوياتهم، عيه نرفع من معنوياتهم شوي. الحقيقة يعني طلبنا لكم إنه تصلوا لنا حتى الرب يستخدم الكنيسة بمنارة في هذه المدينة لنشر كلمته أكثر وأكثر، يلمع منارتها أكثر وأكثر حتى الرب يستخدمها لنشر الكلمة الحقيقية. نرفع معكم شوي لأن الوضع جدا كان صعب أثناء الزلزال وبعد الزلزال، ولحديت هلا الآن الوضع صعب، الوضع صعب.